بس تشافايزة بس انت ما تملي من هالسالفة. لا ما راح أمل، أنا قلبي حاس هذه المرة لهيت بالموضوع، ليش ما تصدقوني ليش؟ بس عاد لا تبالغين، أصلاً أنت من زمان مبالعة وصايف وأنا أدري ليش، وحتى سالفتك مع مبارك ترى أدري فيها، وحقدك وغيرتك من وصايف علشان قدرت تخلي أخوك يتزوجها رغم الفارق الاجتماعي هم أدري فيه بعد، علشان كذي قعدت تقولين عليها حكي وتبين نصدقه. الله أعلم منو فيكم سيء، أنتي ولا هي؟ الحين أنا الحقودة؟ أنا اللي أغير من وصايف؟ ماشي يا سالم، راح أوريك أسوأ ما عندي، شوف إيش بسوي فيها. انتي فايزة، يلا إيش وصايف؟ لحظة فايزة، لحظة تي أنتي إيش بتسوي؟ لا تحاجيني الحياة هذه، بطلت من بيتي. يما إيش فيش صاير؟ خرجتي الثانية يما. يا أم البلا، يا أساس البلا، يا أم المصايب، قومي طلعي برا. ايش فيكم صاير؟ مو صاير شيء، روح عند اخوك اللي ميت عليك. ليش انا سويت؟ مو سويتي شيء، انت الروح الطاهره وانا الحقده والغيوره. يا فايزه عيب اللي قاعد تسوينه. ايش هذا مو كلامك عني؟ لحظه يلا فهموني، قومي طلعي برا. شنو طلعي برا يما؟ برا ما ابي اشوفك. طلعي يما، والله حرامي. طلعي حرامي يما، طلعي برا، روحي عند اخوك. انا شكو مالي دفع يما. مو شغلي. زين ابي اغراضي، ابي كتوي. هدينا روحي لمي اغراضها، حطيهم كيس زباله بسرعه. يبيلها سويت علشان تطرديني ليش؟ يا حيه يا رقطه، قعدت مسكنين ها؟ ما تدرين اخوك مسوي؟ كسب الوصايه، حلالنا كلنا بيروح حقكم يا الخمه. لا حول ولا قوه. اغراضي ابيهم، اغراضي. اما بعينك ان شاء الله. هدينا يبي الاغراض. أنا هات يا زبالة، أخذي أغراضك بالزبالة، لا أشوفك جنيت وتوطين. روحي يلي بكتو حلال أخوي، حسبي الله عليكم يا الحرامية يا النصابين. الله لي الله لي يوفقكم. فايزة روح أنت بعد، حرام عليك ما سويت شيء. ترى لي ولا أنا مرتك، بس فكني الله يخليك.